اليوم التغيين بيصير رئيس الجمهورية وعدينا التنوير كان زيارة الخرطوم حاملين كان مدى فلابيه كل مواطن في جنوب إشان أنا بعد استقلال دولة جنوب السودان المندفع الفضل فيه النقاش واختلاف آراء كان مدفع لابيه كان سبب التأخير بعد استقلال الجنوب حصل مشاكل في دولة جنوب السودان وكان البلد في زور الحرب الآن كان جانا للسلام في جنوب أولوية قضية المواطنين في منطقة بيه ونحن زورنا خرطوم بوفد كبير جدا فيه دانغالور وحقوانا منطقة بيئي الملف كلمنا سير الرئيس الملف الفضل الأولوية وملف الأبيئي الآن في قدام سير رئيس الجمهورية ونحن نقلنا الكلام له رئيس المجلس السيادة ورئيس المجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادة في خرطوم اتغينا وناقشنا الموضوع المعلق بين دول الجنوب والسودان ومنطقة الأبيئي وأكد كل الطرف نحن جاهزية لو كل رؤساء اثنين يكون اللجان عشان يجلسوا ويحل قضية النابية ده كان لجنة من السير رئيس دولة جنوب السودان أو من رئيس المجلس السيادة عشان الناس يجلسوا ويوصل لاتفاق سلام الحقيقي وحل قضية النابية جذورية ونأكل المواطنين في أبيع لحنو قضية أبيع الآن فتح ويناقش والناس يوصل فيه لولول والسلام يشرف أهلنا في منطقة أبيع. شكرا جزيلا.